الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. جزا الله خير الجزاء على هذه شيخنا، جزا الله خير الجزاء الأخ الفاضل الإمام عمر على هذه القراءة العطرة التي شلفها على مسامعنا، جعله الله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلهي كاب المريو ولالك إمامك وإذا سادياتك أسري إلى هذا الكيساء نوبو مارتي نوبو برواقي إلهي وحن كبر إلهي إنو ميزانك حسناتك وشارة أنك نكوي حقا ما قال الله الرعا إلهي ونقدك. والآن نبدأ برنامجنا وهو البرنامج الذي جئنا من أجله، وهو الحفل الميمون والزواج المبارك لأخينا أحمد محمد إبراهيم الآنسة سعدية عبد الله محمد. حتى نوحب إلى من دون هذه الأيد من برنامج النشاو النمد وأقولك ولكن أحمد وسعدية قول سندونا على كتاب الله وسنة رسوله. وبعد هذه بدي وقبل أن نعقد هذا القران بوجود وحضور ولي أمر الآنسة، أنت أنا بأقرن وأنت قدام بيس قول كان وأن لحرنين بعد هذه بدء أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله واطيعوا أمره ولا تعصوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنت أنا بلا من وحان مر لمن أمرك ورئيسة وبدنا بدد مسلم من هذه سوي ماذا إني إسدرين سيان ويان إلهي عبسديسة وحان نفتدي إذنك بأقدر دار ميا إلهي لك عبسده إلهي إلا أقول هذا سبحانه وتعالى إن مرب الله قبق مارين إلهي اللي اسكو علين دونه وقف الباب وحي واسقوا أدوه كسب ذي لأو في الدونه. وتقوى الله هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب النواهي، فهذه هي حقيقة التقوى. وحاوي عبسد إلهي نوعدقو السميستة وعذاب تكاعلية إلهي رحمة دي سويهم الوعد لو قبت بعدها، لكن عملك عملك عيان نارك جاية أرجنك جاية. إذا وحاوي تقوى إلهي هذيك أو إسكحيتي عذاب توح كاعلية تاسنا وهل أغنى أو كلية وفعل الأوامر واجتناب النواهي. إلهي وحوكو فرع ذو فرتوم ويان وحي إلهي كاريبين عذو كاريبتوم ويان تاسوي حقيقة دبتا وسيدا أوجد وحال مر والبناء سجارة ووحو البويلاي كاريبا واتقرب تونتو هدي عاد خلد انتانا بن آدم باتي وآدو إلهي والنقضة وانت آدم لمن أما آدم دون يرين أو آدم قال سكراتك ومركز تود إلهي والنقضة إلهي سبحانه وتعالى مر والبابا وتوبد هذا وهو أقبال أيام. ثم أما بعد، فالزواج من آكد سنن المرسلين. قال تعالى ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قركوا وسنة أنبياء مثك أبو أرق ويان أم أبو مهم سويان وحاويان جواركو زواجكو وحاويان وسندي أنبيادا كي دريقي أنبيادا مثك أقو مهم سنة أقو حوق بنا ويان سيدة إلهي سبحانه وتعالى أويري ولقد أرسلنا رسولا من قبلك أسوى النبي قلنا عليه خطابك إلهي أسوى النبي قلنا الله هذا يوحي ولقد أرسلنا رسولا من قبلك نبي محمد أذي أكوه رسول بان صدرني وجعلنا لهم أزواجا وذرية وحانا المعركتي أن أسميني أزواج وذرية إن أي ماركتي وحنوس بين حاسس يعرض أيين العين. شنو كان إلهي وحيري ومن آياتي
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إلهي آيات كيسة الدالة على توحيده على وقدرته وحكم الآيات كإلهي وين أي علامات كوين إلهي وحكم إذا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن إذن كأدو حاسس وإذن سمي رغو لتسكنوا إليها سياد مارتي أدو قدكتان كلمة دينا ما كان شيئا إن شاء الله الله يمكي سيدي عالقا أي أهل تحيو بعيدون تا مكا وحاوية إن أقول كأساس أي مهم وياي ونوغو السري سيئي مارتي دين تلا إسلام كا وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أنا محمد عليه الصلاة والسلام وحن قرسلا وان قرسلا دمرك قفتي كدور بدا السنة إذاس وحاوي فليس مني قامد معها مركب الرساعة الكبيرة اللي هو سنة الأنبياء أنبياء سنة الأنبياء أنا أما دريق قولي إلا قبصده إلهي ونوبري وحريري أولئك هداهم الله فبهداه مقتده كواسا يا إلهي وهنوني السنة دي ما ركتي كدايو والزواج وعقد شرعي بين رجل وامرأة يتيح أو يبيح لكل منهما الاستمتاع بالآخر وتكوين أسرة مسلمة قولك هذه تعريف الأسرة وعلي هذا وكونتراكت نيني أنها كده دعاء مسلمة وميول بابا أبنين هيا كان كلا إنه كل راح عايستو إنتا كينا ماهن أساس كوين وحاويا إن أي هالكا أي مارت إنسان وإذا بدأ أي وآسان عسرة أم فميلي مسلمين وآي أم فميلي أم سحاس إن أي هالكا قويس إن أي سلكا مسلمة أي سلكا ودقا ومدى السلام قولنا وحيكا كومنتاي وقويسس إسكو يمد ويا والزواج أقول لا نطيل في كلمتي ولكن هناك شروط يجب أن تتوفر في الزواج هناك شروط حتى يصح العقد أو عقد النكاح هناك شروط يجب أن تتوفر وهناك موانع يجب أن تنتفي سيقول قاسم يا المرء النقض وحلو حاجرة إن له شروط مر بين الشهادة يا لنا هي وحياة جديدة هي إن هالك على ولا قفص هي بقى جديدة هي بيشم يا لنا لكن من شروط أو كما عبر عن بعض العلماء من أركانه هناك أركان أربعة لا نكاح أول الولي وشاهدي عدل والصيغة وحويا هذه الأركان الأربعة الولي هو أهم ما في الزواج كما قال تعالى سبحانه وانكحوا فانكحوهن بإذن أهلهن إذن ولقى وقال مارمان قبل دائن وبحيه وقال مدى مدى إن شاء الله تعالى قبل النسية أنكو مارتي سوماليا وقال نسينا إن هذيكو سوماليا يعني ما سينا واسوا صورا وحاوية وحاوية إن ولقى قبل دائن لهذا قبل دائن وقال دوي وقال عشر سنة وحاوية وساعان صلى الله عليه وسلم وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل دور مرنا من المر من نقضه حتى أن ولدي وسرد وجه وسرد فسحين يقول يران لبقف وهناك إشهاد ما يسمى هذا هذا هناك يعني شهود كثيرون اليوم وهذا ما يسمى بالإشهار نتفر بنا بما أنت مدرش أن شوغا وأنا أقول الله هيا ولينا إنه إمام دون أيام فريا كبعدنا وهناك بعد ذلك والمهر من واجبات الزواج مهركو وواجباتك كمدك إن له الله كنا سقو شد أمها إنه من المرق لكن إلا هذا وهي وأنا أقنعي وهو حق للمرأة كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منهم نفسا فكلوه هنيئا مريئا وحويا قوركو واجباتك وكم لهي وأنا وحيابا وهي قورك واجباتك شو كمدة وواجب منك سارا قبضا إن وسي مهركين حق أو هل كانوا حتى الصومالي من هنا وحنا الكبرى الجريئة ماها جو مارتي ماها المهر ماتي إنكم مركي اسمه كعان أما وايدن به أما مركي سلايان إلا سيو تاسيال ياد بقصور كده جورك ومهرك وقبل واجبة مر الله مركي لك يسدو علوم هذا قارب على هدي الباب كله حرو دهينا اللي سرقه قبل المهر كذي أيه لهذا هيا شو حنا سوا فتكرا إن قارنا قدار لقصية قارنا هوري لوسي لقصية لكن ولدك دقوا يا وآتوا النساء صدقاتهن النعلة
أسبوع عطياء وسيسمع وميس قصارة بإلهي سبحانه وتعالى لي أنت أسبوع حفلة يعينا لما نسكت سواء لا دانايت قبل أن دي بلوغة ديجن أما ما واجب قفك سار إلا سيا إذن وحاويان وبعد ذلك هناك بعد ذلك بعد وجود الولي وإذنه وبعد حضور الشهود أو الشاهدين هناك ما يسمى الصيغة والصيغة هو الإيجاب والقبول كما في البيع وحاويا هذا اللي قدوا نسيه من قبل الكل عشان هو أنا أقبل ويرى هذا يا حق أسكالي بس هو حلم هذا يعني وتقفكم شيخ أو لي يعني ولي قبل عيا أسكالي ولي قبل عيا قبل أنك أقولي هيا شيء أنا قو كلام ما أنت أنا قف كله أي هو كيلان كلا أنا وهذا ما أنت عن نكاح اللي على الموضوع وحاويا وحن قولي يا مرعي مالكتي ولي قبل الصيغة هي عبارة الإيجاب والقبول وولي الأمر هو الذي يعطي بنته أو موليته للزوج والزوج يقبلها على كتاب الله وسنة رسول على كتاب الله وسنة رسوله وإذا كان هناك إمام أو أخ غيره يمكن أن يعقد أو أن يقوم بعقد القران ولكن بتوكيل الولي لا غير هدي وشر السنة مرة بعدين شاقي ولا لسه أفهمان وهو وكيلا كرا شو أنا قبل أن فيلا يونو يو وكيل شو هدي أو سما رتي وصل إلى دكان سني خير بنكون هدي رجال يا كل جين أردن وهم فيلا يا إن المات أن بدأ جل دونه هدي إلى هاي إلى أنت وناكسن وبرابن دونتو وحير كي وناكسنا الدين توافق سنا أيام مر كان أوجد دور إن قبل دين لسيسيا ويان قبل ده أنا مرة ما أروح أنا كل عيني قبل ده الله هلا قبل إله هلا ما يسهلنا وهي شالك سهل بالوه هلا بالمودة ما يسهلنا نبي الله موسى طبعاً سنادون أيو شقيني نكي وناكسنا طبعاً سنادون بو شقيني سيدو أوه هلا قبل دي سوو نكاحية مهر كذي وحوها طبعاً سرينو حولا أشبه وشوه فلما قضى الأجل وسار بأهله أنا قلت هذه الحكاية حتى يفهم الأخوان العرب فالزواج أمره شديد وليس أمرا سهلا فنبي الله موسى خدم للصالح للرجل الصالح 10 سنوات حتى يجد أو يتزوج ابنته رق فربنا واحد دون يان إلى بين بينش سهلا رق حول ما عرفت رق ما عرفت قبله ساي كل تقع واحد مسوي رجينا يا حد يرتن وضياشي ورميه وراكسنا دون يان حد يرأي كذا قالن كده الميكروفون كي يقول رجع دون هدي له يلا ده واحد ويدين دون أنا نكمل ماشي قبلا ولقي له يو وكيشو هلك أي شيء كده نقص عور سوى لك سنيد وهسكشوا دواني ولا لا أرمها وفدي يا مانت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا دمانتي صراحة سلام كان يكون السلامي وحن كفر حصلنا هاي كسوق يدلك إن دمانتي كل كان أه كل ماذا اللي سويه ما دو متك أو خير حبا ما قاعد واحد يفتح عنان عاد يفتح جدوي بدك إياه قنان أنا قو إسكو هذا ضر هذا وحن كسر هذا عتك جوانيان لين كويل كان كسر هذا وحن أصو فريسنا حال كان أرملينا إذا ويدسنا جواد اللي يرى هذا سعديو عبد الله محمد وحن أدونينا أحمد محمد إبراهيم سمطر وقرب كي يفديه سيسمك دي وحن إنك عصينا إن النوع درتان مهركي وأنا محسنتين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وان سلام يا خيارت شرفت كسوق قيب شيء حفلة وان صو شرفتين إذن كانوا حولنا الله يشرف قبل أن لو ديستي السعديو عبد الله أو نويديستي تلقوا أي نويديستين لون الدون أيو أحمد محمد ونصيني ونلو مهرينينا الدين ربي فعليك النقضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الله أكبر الله أكبر طب
والآن لم يبقى إلا عقد النكاح بعد أن أذن ولي البنت أن يزوج موليته على الأخ أحمد محمد إبراهيم، وقد وكلني بإجراء صيغة النكاح. وحما مهر إلى النكاح إلا قنت موياني كدب إلا قنتي وإنه إلا قنتنا وحا إيه وكي شيء ولقي قبل عبد الرزاق محمد عبديه أنا أيوم مقعد إسكوها الله يهيان قدون سينا يهدي لها يراد. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحمد محمد إبراهيم، زوجتك وأنكحك سعدية عبد الله محمد بإذن وليها عبد الرزاق محمد عبدي وتوكيله لي، وعلى المهر المتفق بينكما وعلى كتاب الله وسنة رسوله أقبلت. محمد أولا أحمد وحنكون نكاحينيا أحمد محمد إبراهيم وحنكون قورينيا ونكون نكاحينيا سعدية عبد الله محمد أنك وكوها الله يا مقع ولي عبد الرزاق محمد عبدي وحنكون نكاحينيا مهركي أتكو بلانتين وأتسين دونتي وحنكون نكاحينيا أيضو مدشة دادكي مشهودك أي جوغان وحنكون نكاحينيا كتابك إلهي يا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أغبى شيء. وقدما أنت عنكس وختمة يا عربية، زوجتك وأنكحك سعدية عبد الله محمد بإذن وليها وتوكيله وعلى المهر المتفق بينكما وعلى كتاب الله وسنة رسوله أقبلت. واللوبي ونيشا وعلى المهر المتفق بينكما. بارك الله لكما وبارك علي بارك عليكما وجمع بينكما. بارك الله الله يبارك الله الله يبارك الله.